نعم إيمان الأخ تفضل 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 أنشد الناصر المسافر هذا القيم إمام في صلاة الظهر أو العصر صلاة رباعية في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد نهض للخامسة واستوى قائما ونبهوا المصلين ماذا يفعل؟ المهم تنبه أم لم يتنبه؟ إذا ما تنبه فهذا ما المشكلة، ما تحل مشكلته. أما إذا تنبه فعليه أن يعود. يعود؟ آه. طيب عليه سجود سهو؟ لابد. طيب يكون بعد السلام أم قبل السلام؟ مخير بين هذا وهذا، كل سجود سهو مخير في صاحبه بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب خاصة الحنابلة أنه قبل السلام من أجل الزيادة وبعد السلام من أجل النقصان، هذا له أساس؟ هذا ما له أساس. اللي قالوا هذا التفصيل لاحظوا بعض الحوادث يتطبق عليها مثل هذا التفصيل، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التفصيل، ولذلك يكون الإنسان مخيرا بين أن يسلم ويسجد وبين لا يسلم ويسجد ثم يسلم تسليم الخروج من الصلاة.